عند الحديث عن تسجيل 22 هدفا في المواجهة الكروية الأوروبية في رابطة الأبطال، لابد من التأكيد أنها كانت بمثابة انعكاس حقيقي لذلك المستوى الراقي الذي تميزت به أمجد البطولة الأوروبية. صدامة مجنونة وأخرى احترم فيها المنطق الكروي، فيما بوصم على بعضها الآخر ببصمة جزائرية نستهلها بتألق لافت لخريج مدرسة غرونوبل سفيان فيغولي الذي قاد فريقه الإسباني إلى تحقيق فوز أثمن ما يكون بهدفين، أحدهما حمل للمرة الخامسة توقيع الجزائري في المنافسة بطريقة جميلة زادت من جمال ليلة الإسبان. وعلى خطاه سار ابن المنيعة ونجم بورتو البرتغالي ياسين إبراهيم الذي صعد على عرش الهدافين الجزائريين في الشامبيونز ليغا بتسجيله سادس الأهداف في شباك الصهاينة والثانية لفريقه في المباراة، فكانت ليلة جزائرية دون منازع إذا ما استثنينا تعثر هلال العربي السوداني مجددا رفقة نادي دينامو زغرب الكرواتي على أرضها وأمام جمهورها ضد أولمبياكوس بهدف واحد زاد من أزمة الكرواتا. مباراة مجنونة في أحداثها كانت الأروع تلك التي جمعت باير ليفركوزن وضيفه الإيطالي روما، فكان تسجيل الأهداف أبرز حدث طوال 90 دقيقة وانتهت برباعية لمثلها. في حين حافظ البارسا على تقاليده في الفوز خارج الديار، فكانت الضحية هذه المرة ممثل روسيا البيضاء باتي بوريسوفا في غياب مورلي البرغوث ميسي وخلافة ولا أروع لمسجل هدفي الإسبان إيفان راكيتيتش. قمة الجولة الثالثة احتضنتها الأراضي الإنجليزية بين أرسنال والعملاق البافاري بايرن ميونخ، قمة حسمها الغانرز لصالحه بهدفين نظيفين في غياب غير منتظر للمسة الألمانية.